تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي كونها شريك الطاقة المستدامة في القمة العالمية للحكومات، وذلك لأهمية هذه المنصة العالمية التي تشكل نقطة تواصل وتجمع للعديد من المؤسسات العالمية من حكومات العالم. طبعا ستتطرق مشاركة سعادة سعيد محمد الطاير خلال القمة العالمية للحكومات إلى قضية جدا هامة تعد قضية عالمية، وهي مستقبل أمن المياه واستدامة هذا المورد الحي الذي يعد ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. هناك أكثر من 40% من سكان العالم يعانون من شح المياه ومن فقر هذا المورد الحيوي، وأيضا هناك العديد من البشر اللي يموتون سنويا بسبب يعني عدم توافر الموارد النظيفة والمستدامة للكثير من شعوب العالم. طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال، لدينا اليوم على مستوى الدولة استراتيجية واضحة في الأمن للأمن المائي وهي 2036، وعلى إمارة على مستوى إمارة دبي هناك استراتيجيات وضعت لإنتاج أيضا الطاقة والمياه من مصادر نظيفة، وهي استراتيجية الطاقة النظيفة لإمارة دبي 2050. سعت الهيئة حثيثا في مجال أمن تأمين إمدادات المياه لسكان إمارة دبي. اليوم يعني نحن نأمن ونوفر هذه الخدمات بكفاءة عالمية، طبعا تضاهي نظيراتها وأيضا تقدم الأفضل دائما للسكان من مواطنين وقاطنين على هذه الأرض الطيبة. بالإضافة إلى أن مشاركتنا ستتطرق إلى استدامة هذا المورد من خلال سن التشريعات، من خلال استثماراتنا في مجالات البحث والتطوير لإيجاد الحلول البديلة والتقنيات التي ستساهم في إنتاج المياه بكفاءة أكثر وبشكل مستدام للأجيال القادمة.